نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. همانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خیشان فرمان می دهد و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز باز می دارد، پندتان می دهد، باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.